السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة حنونة. اليوم غادي نحضر السرديل بطريقة صحية بدون زيت. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نصف معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة تحميرة، الملح حسب الذوق، الهريسة كذلك حسب الذوق، الكمون عندي معلقة ونص، جوج كيلو السرديل، القزبر ومعدنوس مطحونين، وثلاثة الفصوص ديال التومة، عندي معلقة ديال الحامضة مصورة. كناخدو نبداو نوجدو الحشوة، كنكون موجدة القياس اللي غندير. انا شريت الحشوه ديالي خلطت مزيان، هنا غنبدا نعمر السرديل على هذا الشكل. كما كتشوف انا انتهيت من التعمار ديال السرديل. جبت فاش غادي نفندو، غادي نفندو في جوج معالق ديال السميده رقيقه مخلطين بجوج معالق ديال القمح، وغندى نفند السرديل وغنوضعو فوق اللاطة اللي ديجا مفرشه فيها بابي الومنيوم، يعني باش ما يلصقش وكيبقى يطيب في الزيت ديالو. كتشوف انا انتهيت من التفنات ديال السرديل، فانا غندخلو دابا الفران باش يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال السرديل، كيجي محمر ومقرمش وصحي بدون زيت، كي كتعرفوا كيطيب في الزيت ديالو. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. السلام عليكم.